مساء الخير، مساء لبنان، مساء بيروت، مساء صحة الشهداء يلي بنتمنى نحن كلبنانية دايما نسعى ونفرجي انه دم الشهداء ما راح هدر، لانه لبنان دايما كشعب لبناني بعيدا عن السياسة حنضل نقول انه لبنان متوحد وبده يكون سيادة حرة مستقل وإيد واحدة وعيش مشترك، ونفرجي الصورة الحلوة عن الثقافة والجمال والسياحة خصوصا بمهرجانات مثل مهرجانات بياف. خاضت التحدي الصعب في الزمن الصعب غير آبها لنظرة المجتمع، فغيرت النظرة إلى المرأة وبدلتها، وبعد إصرار كبير زرعت علم لبنان فوق أعلى القمم في العالم. مزبوط كاتيا، والأهم من القمم السبع وأفرست هو اللي منعمل بهالنجاح هيدا. وأنا أكيد أنه جويس مثل دكتور داهر وفريق العمل من خلال بياف بفرجوا وجه رائع للبنان. أنا بعرف أنه جويس ابتدت أوريدي تفرجي وجه آخر للبنان وتحفز الآخرين، وبالأخص الشباب وبالأخص الصبايا، أنه كل واحدة منهم فيها تحقق كل طموحاتها لبال كل أحلامها. صحيح. الجائزة لبياف لعام 2019 تذهب إلى المتسلقة جويس عزام. وضعت الهدف نصب عيني وسرت إليه. أنا التي تحدت كل شيء. من لبنان، من القمة السوداء انطلقت باتجاه العالم. واجهت عقبات كثيرة وأقصى الظروف المناخية، لكنني نجحت في تسلق أعلى سبع قمم في العالم. أنا التي قررت السعي وراء أحلامي من دون النظر إلى الخلف، فنجحت مرة جديدة في تغيير وجهة نظر المجتمع إلى المرأة. أنا القيادية في المجال الرياضي، واحدة من النساء الرائدات. أنا أول لبنانية ترفع علم لبنان فوق أعلى القمم. أنا الرياضية الأولى. أنا جويس عزام. بشكركم، مساء الخير للجميع. أول شيء مرسي كتير كاتيا، مرسي ماكسيم، هيدا الشيء كتير بيعني لي اتلقى هالتكريم أو هالجائزة من ماكسيم بطلنا. من 13 سنة ماكسيم عمل هالإنجاز، وبعد 13 سنة صار في أول لبنانية ترفع علم لبنان على أعلى قمة بكل قارة، وهيدا الشيء تم ب 23 أيار وترفعت علم لبنان على أعلى قمة بجبل إيفرست. هيدا التكريم هو مش بس لإلي، هو تكريم كل امرأة رياضية بلبنان وبالعالم العربي. اليوم الرياضة عندها حقها بهيدا الاحتفال المهم، احتفال البياف، اللي بشكر أكيد الدكتور ميشيل داهر على اهتمامه بالرياضة، وبكل شخص بلجنة البياف والأخص ناتالي متني وعمر عيسى الخوري، بشكركم على اهتمامكم فيه. اليوم هيدا الإنجاز بلش بحلم، حلم صبية من 6 سنين ونص كلهم ما آمنوا فيه، لأنه حلم مستحيل كان. وفشخة ورا فشخة، كمة ورا كمة، وصلت بعد 6 سنين ونص إنه حققه. هيدا الحلم ما كان بس إلي، ب 23 أيار من كم يعني من شهرين رفعت علم، كمان علم مليان أحلام، أحلام أولاد تعنفوا هن وصغار، أحلام أولاد جمعية حماية. وهيدول الأحلام رفعتهم على أعلى قمة بالعالم لقلهم أنه أحلامكم أنتوا كمان تتحقق. لو حدا إجا وكسلكم إياها، أنا رح أرفع لكم إياها على أعلى قمة بالعالم، وأنتوا مستقبل لبنان، وأنتوا رح ترفعوا اسم لبنان بالعالي. وهيدي هي أكيد رسالتنا للكل، انه نحن كل واحد منا في يكون عم يرفع اسم لبنان بالعالي. وشكرا.